تكريم المتخرجين من الجامعة الإلكترونية. طبعا كان معنا وكيل جامعة إلكترونية ضيف عزيز علينا الأيام الماضية، ودعانا لحضور هذا الحفل ولبينا الدعوة طبعا فريق صباح السعودية، وحضرنا وشاركنا المتخرجين فرحتهم. بداية يعني أبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة بمناسبة حفل التخرج الثاني لطلبة مرحلة البكالوريوس، والحفل الثالث لطلبة مرحلة الماجستير. وهذه الليلة طبعا تفخر الجامعة السعودية الإلكترونية بأن تزف قرابة 700 طالب وطالبة إلى سوق العمل. حرصت الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال السنوات التي قضاها الطالب على تهيئة هذا الطالب لأن يكون أداة فاعلة في المجتمع ومتوافق مع متطلبات سوق العمل، سواء كانت اللي هي المتطلبات العملية أو المتطلبات الاجتماعية. اليوم الحمد لله نحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمرحلة طلاب البكالوريوس، والحمد لله الطلبة الخريجين منتشرين على 10 فروع. الجامعة لديها 10 فروع متوزعين على مناطق المملكة من الغرب إلى الشرق، الجامعة من جدة إلى الدمام إلى الجوف إلى الطائف إلى وبقية الفروع. الجامعة حرصت في على تنوع، على الرغم من تنوع فروعها وانتشارها الجغرافي، حرصت على أن تكون المعايير موحدة ومؤشرات الأداء موحدة. الحمد لله جميع الخريجين اللي تخرج سواء من الرياض أو من جدة أو من الدمام، الكفاءة والأوتكم الخريجي اللي يحصل عليه هو نفس الخريج اللي يحصل عليه من الرياض سواء بالطائف أو الجدة أو الدمام أو الجوف. الجامعة الحمد لله تعتبر حديثة، قامت بتأسيس عدد من برامج الدراسات العليا. لدينا برنامج ماجستير إدارة الأعمال مخصص للبنين والبنات، يدرس في 3 فروع للجامعة في الرياض والدمام وجدة. أيضا يوجد لدينا برنامج متخصص يخدم احتياجات المجتمع وهو أمن المعلومات، هذا أيضا يدرس في الفروع 3 لكن يختصر فقط على طلبة وليس الطالبات. وأيضا في العام الماضي قمنا بطرح ماجستير إدارة الرعاية الصحية أيضا في الفروع 3 والذي يضم البنين والبنات. هذه الدرجات العلمية التي تقدمها الجامعة هي بالتعاون مع جامعة كولورادو، والتي تعتمد على تدريس من أعضاء تدريس داخل الجامعة وأيضا أعضاء تدريس من جامعة كولورادو لنقل يعني تعليم حديث ومتميز لهم. هذا اليوم يسعدني ويشرفني أني أكون بين زملائي الخريجين، خريجين التخصص ذو المنهج المشترك الإنجليزي، وفرحة ما توصف. الحمد لله أنهينا ومرت السنين هذه ولله الحمد بنجاح، وهذا اللي كنا نتمناه وزملائي كل الخريجين يتمنونه. والله حقيقة طبعا مشاعر أي خريج، يعني بعد سنوات طويلة الحمد لله حصلنا على الشهادة، وهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أولا أحمد الله عز وجل على التوفيق، ثانيا أهدي التخرج للوالدين على دعمهم الكبير وزوجتي الغالية على دعمها الكبير وجميع الأهل والأصدقاء، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. الحمد لله صراحة الحقيقة شعور ما يوصف أن حققنا هذا الإنجاز في هذا العمر ولله الحمد، وأنا سعيد بأني أنجزت وخلصت الجامعة في وقت التخرج في على حسب الخطة. وإحنا كأول دفعة نتخرج من منطقة عسير في هذه الجامعة. أهدي التخرج هذا لأهلي ووالدي ومن كان ومن ساندني في هذا التعليم ولله الحمد، وأهديه أيضا للطاقم التعليمي. مبروك التخرج ولدي مشعل وزملائه، بالتوفيق والازدهار. واليوم الحمد لله نحتفل بتخرج أخي اللي هو ناصر، تخرج من الجامعة الإلكترونية، وهذا شرف كبير ولله الحمد خدمة هذا الوطن. وش حاب الرسالة تقدمها لناصر وأبناء الطلبة؟ والله الله سبحانه وتعالى في طاعة الله قبل كل شيء، ثم خدمة هذا الوطن المطاع الذي ولله الحمد نعيش في أمن وأمان في ظل حكومتنا الشريفة ولله الحمد.